يمكن كمان لو بنتكلم على رابطه الانديه والموعد الاول طبعا او مواعيد الدور الاول لمسابقه الدوري او دوري النيل كما يلقب عليه، ان شاء الله باذن الله هتكون يعني اضافه كبيره جدا هذا الدوري بالتقنيات الجديده اللي يمكن تم الاعلان عنها. يمكن زي ما احنا عارفين الدوري يكون احد ايام 3 و4 ابريل المقبل وفقا للجدول اللي اعلنته رابطه الانديه المصريه المحترفه. هيختتم الدور الاول بالدوري المصري الجديد بمباراتي الزمالك وبلديه المحله في 9 مساء على استاد القاهره الدولي، وفيوتشر مع الاهلي احد ايام 3 و4 ابريل المقبل. وحددت رابطه الانديه المحترفه يوم الخميس 15 فبراير المقبل موعدا لاقامه مباراه القمه بين الزمالك والاهلي في الدور الاول لبطوله الدوري العام، واللي ان شاء الله باذن الله بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. المباراه هتكون مؤجله من الاسبوع العاشر للمسابقه. بنتمنى كمان بقى زميلتي نهواندي يعني نشوف الموسم ده قوي، لان احنا الحقيقه الموسم اللي فات كان فيه صعوبات كثيره جدا لبعض الانديه، ناس كانت بتصارع على الهبوط، 10 فرق الحقيقه بتصارع على الهبوط، كان امر صعب جدا. محتاجين المنافسه ان شاء الله تكون قويه من البدايه.